غدرك صار معك. مساء الخير. أهلين تايم مسنو. أهلا وسهلا. أنا اعتذرت عن الموعد اللي ما اجيت عليه ولا لا؟ شوفي أنا عندي مشاكل مع بنتي فعلا، وإحساسي هلأ أني عم بستغلها لحتى تشفقي علي، وهذا إحساس سيء كتير، بس أنا فعلا عندي مشاكل معها. فينا ما نعملهم للاعتذارات وهدول الأشياء؟ أساسا أنا ما سألتك، مع أني تمنيت أنك تكون ميت لحتى يكون عندك عذر مقنع. ميت فرد مرة؟ ما لقيت غيره سبب مقنع لحتى ما تجي. ولد شوفي أنا رح أقول لك ياهم كلهم دفعة وحدة، أنا ما بعرف رتب الجمل مثل ما أنت بتعملي. هلا أنت عم ترتب الجمل على فكرة. طيب. أول مرة بحس مشاهد الصمت اللي بكتبها بالمسلسلات ثقيلة. أنا بهي الفترة ماني متوازن، وعلى فكرة أنت كمان على ما يبدو. ليه؟ هذا سيء يعني، وراح يكون مؤذي بالنسبة لإلي ولك. اللي أنا بعرفه إنه تعرفت على حدا بالصدفة وحابب أكون معه. أنا عصبي جدا وأنت كمان. أنا نزق وأنت كمان. وميال لأن يكون توحدي وماني لطيف. يعني ممكن فجأة أني اختفي، وحاليا أنا أحسس بالخوف. خايف تتعلق فيني مثلا؟ لا 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 أبدا، بس أنا الحقيقة خايف ضيع الفرصة بترددي وخوفي اللي بعرفهم تماما منيح. طيب ممكن وقت اللي بدك تختفي تتصل فيني وتقلي بدك تختفي؟ ما بعدك. ليش؟ ما رح اتشعبط فيك، ويمكن انا اقول لك مع السلامه، بس ليش لتختفي؟